مدينة تربة على الطريق المؤدية من الطائف إلى نجد، تعد بوابة نجد ومفتاح الحجاز، ومحطة رئيسية لمرور القوافل التي تسلك طرقاً عديدة تجتاز وادي تربة، وتركت بصماتها على شكل مواقع نادرة وفريدة. أرض عريقة تمتد في أعماق التاريخ وتحفل بكثير من أحداثه، خاصة في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، وتقترن بحدث كبير وقع في العام الذي ولد فيه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عام الفيل. في رحلة امتدت إلى ما حول المدينة يطل مكان له علاقة وطيدة بقصة عام الفيل، قصة أبرهة الأشرم حين وقعت معركة بين أحد قياداته وبين بني عامر في واد قريب منها عندما غزا مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة. المكان طاله الزمان واندثرت آثاره التي طالما دلت على قصص من التاريخ، لكن بقيت الحكايات تتوارثها الأجيال. أبرهة قائد حبشي حكم اليمن باسم ملك الحبشة، وأقام فيها معبدا أراد أن يحج العرب إليه، لكن العقبة التي واجهها أن العرب لا يحجون إلا للكعبة، فهيأت له أطماعه أن يسير حملة لهدمها وإجبار العرب على الحج إلى معبده. جهز أبرهة جيشا جرارا وضع في مقدمته فيلا مشهورا عندهم، وتوجه من اليمن شمالا نحو مكة المكرمة، وعلى الطريق لقي مقاومة عنيدة من قبائل العرب، بينها معركة مع بني عامر في تربة. لكن أبرهة واصل تقدمه حتى وصل إلى مكان يسمى المغمس بين الطائف ومكة، ومن هنا أرسل أبرهة كتيبة من جنده ساقت له أموال قريش وغيرها من القبائل. كان بين هذه الأموال 100 بعير لعبد المطلب بن هاشم كبير قريش وسيدها، فهمت قريش وكنان وهذيل وغيرها بقتال أبرهة، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فاستسلموا وتركوا ذلك. وبعث أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد ويبلغه أنه لم يأتي لحربهم وإنما جاء لهدم هذا البيت، فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم. كان رد عبد المطلب غريبا بمقاييس أبرهة، فقد قال: والله ما نريد حرب وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. ثم طلب من أبرهة أن يرد عليه إبله، وقال قولته المشهورة: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنع. ثم جاء العقاب الإلهي القاسم لأبرهة وجيشه، أرسل الله عليهم جماعات من الطير، كل طائر من هذه الطيور يحمل 3 أحجار لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، فتركتهم جميعا بمن فيهم أبرهة كأوراق الشجر الجافة الممزقة. حمى الله بيته الحرام، وظلت قصة عام الفيل حدثا عظيما يرويه العرب، ويشكل عبرة لمن اعتبر بأن للبيت ربا يحميه. وبعد بدء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت سورة في القرآن الكريم وهي سورة الفيل، تتحدث عن هذه الواقعة العظيمة وذلك العقاب الإلهي.